قربوا، اكتشاف جديد قد يرسم خارطة للعلاج. تمكن علماء من جامعة كارديف من تحديد ما قد يكون المسبب الرئيسي لمرض الربو، بالإضافة إلى دواء قد يشكل علاجا نهائيا لهذا المرض المزمن. وقد تضافرت جهود باحثين من جامعة كارديف مع علماء من جامعة الملك في لندن ومؤسسة مايو كلينيك في أمريكا لشرح الدور الذي تلعبه المستقبلات الحساسة للكالسيوم كالسيوم سينسينج ريسبترز أو CASR في التسبب بمرض الربو، الأمر الذي لم يكن مثبتا من قبل. ويذكر أن حوالي 300 مليون شخص حول العالم يعانون من مرض الربو، وأن 5% منهم فقط لا يستجيبون للعلاجات المتوافرة حاليا. تفاصيل الدراسة: للوصول إلى هذه النتائج استخدم الفريق نماذج حية من الفئران المصابة بالربو، بالإضافة إلى أنسجة مشتقة من المجاري التنفسية لأشخاص مصابين بالربو وآخرين أصحاء. وقد ركزت الدراسة على فعالية مجموعة من الأدوية تعرف باسم حالات الكالسيوم أو كالسيلايتكس، والتي تعمل على التلاعب بمستقبلات الـ CASR لعكس جميع أعراض مرض الربو، والتي تشمل التهابا في المجاري التنفسية الهوائية، تضيقها وتشنجها، والتي تؤدي كلها إلى ازدياد صعوبة التنفس. وقد قالت البروفيسور دانيلا ريكاردي من جامعة العلوم الحيوية ما مفاده أن العلماء نجحوا لأول مرة في إيجاد علاقة بين التهاب المجاري التنفسية من جهة والعائد إلى مسببات من البيئة المحيطة كالمؤرجات، دخان السجائر وأدخنة عوادم السيارات، وتشنج المجاري التنفسية في الربو التحسسي من جهة أخرى. وقد أظهرت الدراسة كيف تقوم مسببات الحساسية بإفراز مواد كيميائية تعمل على تفعيل مستقبلات الـ CASR في أنسجة المجاري التنفسية، والتي تنتج بدورها أعراض مرض الربو المذكورة آنفا. كما بينت أن استخدام حالات الكالسيوم بشكل رذاذ يستنشق ليصل إلى الرئتين مباشرة أدى إلى تعطيل هذه المستقبلات، وبالتالي منع ظهور أعراض الربو. وتبعا للبروفيسور بول كيمب من جامعة كارديف، فإن تحديد مستقبلات الـ CASR في أنسجة المجاري التنفسية لا يفتح الطريق لعلاج الربو فحسب، بل يتعدى ذلك إلى علاجات لأمراض مزمنة أخرى كالتهاب القصبات المزمن كرونيك برونكايتس وداء الانسداد الرئوي المزمن أو كوبت، والتي لا يوجد لها علاج ناجع في الوقت الحالي. ويذكر أن تطوير حالات الكالسيوم بدأ منذ 15 عاماً لمعالجة المرضى المصابين بتخلخل العظام، وذلك للحد من تدهور صحة العظام باستهداف مستقبلات الـ CASR وتحفيز إفراز هرمون جارات الدرق باراثيرويد هرمون، والذي له تأثير بان للعظام. ومع الأسف فقد فشلت هذه الأدوية في معالجة الحالة. ولكن وبعد هذا الاكتشاف المهم، قد يعاد استخدام حالات الكالسيوم لعلاج مرض الربو في حال تم إثبات أمان استخدامها بشكل رذاذ مستنشق. يا ترى هل سيشهد المستقبل القريب ظهور علاج للربو؟ وهل سيكون بإمكاننا أن نمنع حدوثه؟ أسئلة عديدة وتصورات مستقبلية يحملها هذا الاكتشاف المهم في معالجة مرض الربو.